حقيقة وجدنا تغير مفاجئ في سلوك المستثمرين إجمالا من الأسلوب الدفاعي إلى الأسلوب الهجومي أو الأكثر جرأة إنجاز التعبير، وأكد ذلك توقعات جولدمان ساكس، سيتي بانك، ستيفل، مجموعة كبيرة من المؤسسات رفعت المستويات بين 6,000، وهذا متواضع للبعض، إلى 6,400 حتى نهاية العام. أعتقد أنه هو منطقي في ظل البيانات الاقتصادية الممتازة. أعتقد أنه الربع الثالث الجي دي بي آتى أكله، حتى الجي دي بي ناو يؤشر إلى الربع القادم اللي عدل في آخر سبتمبر إلى بحلول 3%. فبالتالي جميع المؤشرات حاليا تشير إلى فكرة الهبوط الناعم إنجاز التعبير، ولكنه هو هبوط ناعم جميل إنجاز التعبير، أقرب إلى عدم الهبوط. وهذا الاعتقاد سائد. باقي 50 يوم أستاذ ناصر، لا نعتقد أنه في تغييرات سوف تحصل إلا إذا شهدنا شيء من مفاجئ في الانتخابات القادمة. طبعا يبدو بأنه أيضا في الآونة الأخيرة فكرة الروتيشن أو التدوير بعيدا عن أسهم التكنولوجية الكبرى التي حققت طبعا مكاسب صاروخية في الأشهر الماضية، والتوجه نحو الأسهم التي لم تلحق بركب الارتفاعات، والتوجه نحو الأسهم الأصغر، يبدو بأنه هذا الروتيشن قيد التنفيذ اليوم. راسل 2000 أعلى مستوياته في 3 سنوات، هل تعتقد بأنه هذا الثيم وهذه النزعة ستستمر خلال 50 يوم القادمة حتى نهاية السنة؟ سؤال وجيه أستاذ منصور. حتى الآن هو مستمر ومدفوعا بالقاعدة المعروفة، انخفاض الفائدة يشجع، يزيد الـ disposable income للأشخاص، يزيد الاقتراض، ويساعد الشركات الصغيرة في زيادة هامش الربحية. هذا أكيد إيجابي للشركات الصغيرة. هل سوف يستمر؟ الشواهد لا تقول ذلك. بالعموم آخر شهرين في العام بيكون ميال إلى الشركات الكبرى أكثر من الشركات الصغيرة، ووجدنا ذلك في آخر 5 إلى 6 سنوات، ونعتقد أن هذا سوف يستمر مع بقاء التمركز أو التموضع على الشركات الصغيرة جنبا إلى جانب إلى الشركات اللارج كاب. صحيح وجدنا outflows في large cap stocks on an ETF basis، لكن وجدناه على single stocks، يعني أسهم فردية من الشركات الكبيرة عليها تموضع كبير. فبالتالي نعتقد أنه أداء الشركات الكبيرة سوف يكون جيدا حتى نهاية العام، بالإضافة إلى استمرار لكن بوتيرة أصغر للشركات السمول، راسل 2000 على سبيل المثال. ملفت هذه القراءة أستاذ محمد. بالنسبة للسياسة النقدية، هل بالتالي ما تفضلت به يوحي بأنه الأسواق الآن أصبح لديها رؤية واضحة للتخفيضات المقبلة من الفدرالي؟ لأنه في الأشهر القليلة الماضية كان هناك تباين بل تخبط في التوقعات لتخفيضات وحجم تخفيضات ووتيرة تخفيضات من الفدرالي. هل بات الآن القصة يعني مقروءة بشكل واضح، تخفيضين مقبلين حتى نهاية السنة بوقع 25 نقطة لكل منها؟ هو تساؤل منطقي وتوقعاتك إلى حد ما منطقية أخوي ناصر، لأنه حتى يوم الجمعة الماضي لبيانات البطالة كنا نعتقد أنه التخفيض القادم هو 50 نقطة أساس كما تعلم. الآن انخفضت إلى 25 نقطة أساس، وهناك احتمالية عدم تخفيض. فبالتالي السياسة سوف تبقى ضبابية من هنا حتى نهاية العام، وخصوصا نحن متجهين، حضرتك تعلم أنه بعد 7 الاجتماع القادم سوف يكون بعد الانتخابات بيومين، ونأمل نعم ونأمل أن لا يكون في مفاجأة في الانتخابات، حيث البعض يقول أنه ممكن لا تظهر النتيجة في اليوم نفسه أو اليوم التالي. وبالتالي سوف يكون هناك نوعا من الضبابية، وكذلك نوعا من الضبابية على الـ ECB والبنك أوف إنجلاند إذا ما جاء ترامب إلى مقعد الرئاسة وفرض 10% تعرف. وبالتالي سوف تضطر الـ ECB إلى زيادة وتيرة التخفيضات going forward، تجنبا لحدوث ركود تبعا لما يفضله ترامب من التعرفة الجمركية. فسوف تبقى أعتقد الأمور ضبابية globally، الـ ECB والفيدرال ريزيرف وحتى البنك أوف إنجلاند حتى الانتخابات الأمريكية. طبعا الحدث الأبرز لربما على الأجندة السياسية في الأسابيع المقبلة. شكرا جزيلا لك.